بلا تنبيه لو في أسئلة تفضل. اللهم ارض عنا وعن شافينا وعن والديه والحاضرين المسلمين. قال الإمام الشيرازي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتابه التنبيه، قال رحمه الله: باب صلاة المريض. قال: إذا عجز عن القيام صلى قاعدة ويقعد متربعا في أحد القولين ومفترشا في الآخر. قال: وإن عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن يستقبل القبلة بوجهه ويومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من الركوع. قال: فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا. قال: إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا. هنا شرط، شرط لا يصلي قاعدا إلا أن يكون العجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب. والعلماء هنا يقولون المعتبر في المشقة التي تجب هذا التسهيل لابد أن تكون مشقة عظيمة، تعظيم المشقة، أما أدنى مشقة فلا يعمل بها. يعني قال: لا يشرط في العجز ألا يتأتى القيام ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، ومن دوران الرأس في السفينة. هنا المشقة التي يقول فيها، نقول المشقة التي يصعب معها، يصعب معها القيام بواجبات الصلاة. فلم يستطع القيام وكان عنده عدم اتزان أو كان متألما جدا بقيامه فله أن يقعد. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ويقعد متربعا في أحد القولين ومفترشا في القول الآخر وهو الأظهر، لأن الافتراش هو قعود العبادة والتربع قعود العادة. يعني أن يجلس متربعا ورد، وأن يجلس مفترشا الافتراش يجلس على رجله اليسرى. هذه الهيئة، هيئة الافتراش، هي هيئة العبادة، ولذلك في الصلاة هو يفترش ويتورك. فهي الآية الصحيحة في هذا الباب هو أن يجلس مفترشا إذا صلى جالسا. قال: يجلس ويقعد متربعا في أحد القوالين مفترشا في الآخر، والافتراش هو الأصح، ولأنه هيئة العبادة. وقيل بل القعود بدل القيام، والقيام يخالف قعود الصلاة، ويجب أن يكون بدلالة مخالفا. والأفضل من ذلك كما قلت أنه يفترش، والصحيح أنه يفترش، المعتمد بأنه يفترش. قال: وإن عجز عن القعود صلى مضطجعا، وهذا كله قد كفله الشرع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب. هذه تجلي لنا أو يكون الحديث دليلا لقاعدة أصولية من الأهمية بالمكان. وش هي القاعدة؟ أريد القاعدة، في قواعد كثيرة جدا، أريد قاعدة تمس الحديث، مهم جدا في هذا الباب. طيب أسفر أسفر لغاية ما نرى، ما تخاف سنجعل أولية لك. فضل قال: ما شقة تجب التيسير. هذا هو؟ لا، كنت سأخير بينه وبين شيء آخر. شيء آخر: الميسور لا يسقط المعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور، ماشي. ما زلت أنتظر القاعدة، ليست هذه ولا هذه ولا تلك. أي القاعدة؟ رجب الأزهري جزاه الله خيرا قال: إذا ضاق الأمر اتسع. هات ما عندك، ماشي هات. أخونا أبو عبد الله يقول: ظهر الأمر يفيد الوجوب. كيه؟ ظهر الأمر يفيد الوجوب. الذي يلي أخونا أبو عبد الله يقول: فإن لم تستطع هذا من الواجب الترتيبي لقوله فإن لم تستطع. حضرت أمني وقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. في هنا العجز هي لها قاعدة وأنتم أتيتم بها، يعني بس ترتيب القاعدة ذلك إذا ضاق الأمر التسع. هذا وافق عليه جاء رجب الأزهري أتى به، وشهادة أتى به أيضا. فضل أتى بما قلت: المشقة تجلب التيسير، ومعمر أتت به: المشقة تجلب التيسير. لا سيما أنه قال: فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فالحقيقة في هذا الباب نقول: إذا ضاق الأمر التسع، إذا ضاق الأمر عليه ما استطاع أن يتحمل يتسع له بالقعود أو بالاضطجاع، أو المشقة تجلب التيسير. لكن لما نقول مشقة تجلب التيسير لابد أن نقول بأن هناك ضابط، ليس كل تيسير يضبط. وحتى الاتساع إذا قلنا ضاق الأمر التسع نقول الاتساع اتساع على ضابط الشر، على ضابط الشر. قال: وإن عجز عن القعود صلى مضطجعا لقوله فإن لم تستطع يعني القعود فاضطجع فصلي على جنب. قال: فصلي على جنب. والصلاة على جنب هو الذي قالها النسلم، قال: صلي على جنب. والجنب الذي يصلي به يصلي على الجنب الأيمن، فاضطجع على جنب الأيمن وليس وجوبا، وممكن يضيع على الجنب الأيسر، ممكن أنه يستقبل القبلة بكلية جسدي على جنب الأيمن ندبان ويجوز الأيسر، ولكن يكره مستقبل قبل وجهه ومقدم بدنه.
فيكون على جنبه واتجاهه اتجاه القبلة. يكون على جنب هكذا واتجاهه اتجاه القبلة. طب كيف يركع وكيف يسجد؟ ما دام مضطجعا فهو يركع بإيش؟ بإيماء، ويسجد بانخفاض أكثر من الإيماء الذي كان الركوع إذا لم يقدر على الإتيان بهم. وصحيح أنه إذا قلنا له أنت عاجز تصلي مضطجعا أكيد هو لا يستطيع أن يتحرك ولا يحرك سكينة، فيكون إيماء برأسه للرجوع ثم إيماء برأسه أخفض من الأول. طيب إذا عجز، هنا هذه المسألة، إذا عجز قال بعضهم سقطت الصلاة، لأن الصلاة لها أركان، صح كده؟ من أركان الصلاة أنه أصلا يكون قائما، فإن لم يستطع فيكون قاعدا، فإن لم يستطع فيكون على جنب، ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حلا آخر بعد ذلك. فهو الآن لا قائما مستطيع، لا قاعدا مستطيع، لا مضطجع مستطيع، فماذا يفعل؟ علماء هنا قالوا المسألة تأتي بها القاعدة المسوقة. علماء قالوا ما دام عنده عضو يستطيع أن يصلي به فليصلي به، الصلاة لا تسقط. فقالوا بطرف العين، قالوا بالطرف أو ما بطرفه ونوى بقلبه، نوى بقلب الركوع وأو ما بطرفه الركوع والسجود. ولا يمكن أن تبطل الصلاة بحال من الأحوال أو تسقط بحال من الأحوال. طب إذا كان الرجل عمي يعني ما عنده كل المنافذ مغلقة، نقول له يجري النية على قلبي وأصلي بقلبي، يصلي بقلبي حتى يكون قد استنفذ كل الطرق والأدوات التي تجعله يعبد الله وحده لا شريك له سبحانه وجل في علاه. فإن قعد وإن قدر على القيام في أثناء الصلاة أو القعود انتقل إليه وأتم صلاته، لأنه طالما استطاع يقوم ما يجوز له أن يتم الصلاة قاعدا. وإن كان به وجع العين فقيل له إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، وهو قادر على القيام احتمل أن يجوز له تلقي القيام واحتمل أن لا يجوز. الصحيح أنه يجوز إذا قيل أن العلاج لا يتأتى إلا أن يكون رافعا مستلقيا، رافعا رأسه ويكون جاهزا في هذا الباب، قادر على القيام، احتمل أن يجوز له ترك القيام من أجل إما الشفاء وإما إزالة الألم. فنقول الآن هذه المسألة مسألة يرجع فيها إلى صاحب الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع، عدم الاستطاعة تتفاوت، عدم الاستطاعة تتفاوت بين شخص وآخر. فكلما كانت عدم الاستطاعة على قناعة المرء بها فإنه يستبدل يقعد، فإن لم يستطع يضجع، فإن لم يستطع يضجع، فإن لم يستطع يطرف بعينه برأسه، يومئ برأسه ما استطاع يطرف بعينه، وإلا فنية، والصلاة لا تسقط بحال، والصلاة لا تسقط بحال. وعلماءنا يقولون لابد من المشقة تكون مشقة ظاهرة واضحة. وهنا في قولي إن كان بوجع في العين فقيل له إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، وهو قادر على القيام، الصحيح أنه يستلقي، يصلي مستلقيا لأنه يريد البر، فاضطر بذلك، فقد يكون عجزه بطرف آخر ليس منه وهو يريد البر، فله أن يفعل ذلك، يصلي مستلقيا ويمكن مداواته كما يقول الطبيب. إذن أصل التشريع عندنا التيسير، أصل التشريع عندنا التيسير. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لم يذكر غيرها، قلنا لأنه هذا هو الغالب، حك عليه بالغالب. فلو ما استطاع له أن يومئ، انتظر يا أحمد انتظر، ما في عندنا إلا دقائق وننتهي. يومئ برأسه، فإن لم يكن بنبض قلبه يصلي، والصلاة لا تسقط بحال. وهذه فيها دلالة على فضل هذه الشريعة الغراء وعلى التيسير العظيم الذي في هذه الشريعة. فإنه قد صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما خير من أمره إلا اخترأ أيسرهما. ومسألة المشقة التي بها يستطيع أن يسقط القيام في الصلاة، يستطيع أن يسقط وجود الركوع أو السجود، هذه الاستطاعة عليه هو الذي يرى في نفسه. ولكن علماؤنا حدوها بحد، قالوا أن تتعاظم، لا تكون في بادئ الأمر، لا تكون في بادئ الأمر. لكن نحن نقول يبقى العام على عمومي والمطلق على إطلاقه. هذه صلاة العاجز، كيف يتصرف، كيف يتقرب إلى الله جل في علاه. يكون إن شاء الله معنا الدروس الأخرى بالليل بإذن الله تعالى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.